أنتمي لمن هم تحت. هالعبارة بتتبناها ريان سكر من مخيم شتيلة، واللي بتعمل كصحفية بمنصة كمجي المتخصصة باللاجئين. ريان حولت أزقة مخيمات شتيلة للاجئين الفلسطينيين بضاحية بيروت، حيث تقيم إلى مسرح كبير للبوح والرقص والمشاغبة والنقاش. جعلت من الحارات العشوائية والدكاكين وسكان المخيم المهمشين مساحة مليئة بالحياة والقصص الخاصة الملهمة، من خلال فيديوهات نقاش وتوعية، ومن خلال كليبات تعبيرية راقصة مرحة ساخرة وجدية. أيضا ريان بتنتمي لعيلة كبيرة من 6 أخوات وأخ صغير، درست الصحافة بالجامعة العربية وبدأت بإنتاج الفيديوهات ونشرها على السوشيال ميديا. تأثرت بعدة شخصيات قابلتها بحياتها اليومية، وتحديداً نساء من أوساط المجتمعات المهمشة بالمخيمات الفلسطينية بلبنان، مدعومة بطاقتها الإيجابية واندفاعها ودعم محيطها لخوض معاركها لتحصيل حقوق النساء وحقوق شابات ما عم بيلاقوا اهتمام وسط بحر هائل من الأزمات اللي عم بيعيشها لبنان. ريان برحب فيكي. كتير ملهم الفيديوهات اللي بيشوفها الواحد على السوشيال ميديا واللي انت بشارك فيها، مقابلاتك للناس، تقديمك لقضايا، حكيك معهم، الفيديو كليبات اللي بتنعمل لمجموعة من الشباب والصبايا. حولتي، أنا صحفية اللي بمجال صحافة 30 سنة، رغم زيارتي للمخيمات ما شفت المخيمات مثل الزاوية اللي انت بتقدميها. حسيت بتقصير من نفسي أنه كيف أنا فاتني أنه أغرق بقضايا وما انتبه قديش في حياة وقديش في قدرة على خلق مساحات حياة بالمخيمات مثل اللي أنت عملتيها. كيف قدرتي تعكسي الصورة اللي نحن يعني مغطين المخيمات فيها، الصورة النمطية، لتحوليها لقصص صغيرة ملهمة وفيها حياة وفيها فرح كمان، غير القصة والمأساة والقضايا الوطنية اللي مش عم نناقشها هلأ، عم نناقش الجانب الثاني اللي ما كتير منشوفه من المخيمات الفلسطينية. صراحة أنا بالأول كمان كنت عم بشتغل بشكل نمطي، لأنه راسنا بيتعود أنه نعبي كل شيء إحنا شايفينه. فبالنسبة لي كانت الصحافة أو وجودي بالإعلام أنه بدي أنقل القضية وأحكي عن المخيمات وإلى آخره وعن الأوجاع وكذا. بس بعدين اكتشفت شوي شوي، يعني أنا كتير بضحك على حالي أول ما بلشنا، بقولهم بليز محوا كل شيء كان قبل وخلينا نبلش من جديد. بس مهم الواحد يشوف الفرق ليقدر يشوف التطور بنفس الوقت وليتعلم. الواحد بيتعلم من غيره وبيتعلم كمان من أخطائه هو. بس احنا غلطنا كتير بالأول، أنا فزعت بالبداية، بس أنه هلأ شوي حاولت أغير، لأنه اكتشفت من حالي أنه لا، حتى الفيديوهات اللي عم تعمل مش بس هيك، احنا كتير أشياء تانية. كنت عم بقول أنه المخيم مش بس هذا المخيم اللي احنا جايين، احنا لاجئين قاعدين بظروف صعبة، لا، منحب ومننحب ومنرقص ومنغني ونعمل كل شيء، حياة طبيعية. طيب مين الشخصيات اللي تجاوبت معك؟ يعني أنا لما بشوف الفيديوهات اللي أنت عم تعمليها وبشوفك عم تنزلي بالمخيم وبتسوقي موتوسيكل بالمخيم أو تعملي مقابلات مع سيدات ورجال، بشوف أنه في حجم من التجاوب معك. عادة مش سهل تكسري حواجز مع الناس وتخليهم هالقد يرتاحوا مع حالهم ويحكوا بشي هالقد يعني طبيعي ويومي عن النسوية وعن الحقوق وعن شباب وصبايا وطموحاتهم وأحلامهم وأغاني الهيب هوب، وتحولي فيديو غنية مثل غنية القدس جيروسلام لا فيديو كليب شاركوا فيه شباب وصبايا من المخيم. أكيد واجهتي صعوبات، كيف قدرتي تعملي هالشي؟ وشو اللي بتتذكرين من العرائيل اللي واجهتيها؟ بالبداية انه الناس ما كانت تقبل اساسا تطلع على الكاميرا، لانه شو بدكم تشحدوا علينا وبدكم تصوروا الزبالة وبدكم. بعدين لما صاروا يشوفوا حالهم بشكل حلو صاروا يقولوا مثلا انا كمان بدي اطلع، وصاروا يحسوا انه في رواية جديدة. وانا على طول بقول انه لازم تكون تخلق هاي الرواية الجديدة. بالأول كان في تشجيع، أنه صار في صحافة، لأنه إحنا يعني يا منمطين في شو عنا تلفزيون فلسطين والأقصى وإلى آخره، كتير منمطة أخبارنا، أو مهمشين وفي صورة نمطية وما منبين بالإعلام اللبناني للأسف إلا وقت المصايب. أنا بضلني أقول يعني إذا في شي سرقة مرتبة، في مخدرات، مجموعات متطرفة، قتال داخلي، في فقر، في شحار، في تعتير، في دموع، بيجوا على المخيمات، بيجوا.
بس في فرح، في حياة طبيعية، في إنجازات. شي مرة سمعت عن بنت ناجحة أو شخصية ناجحة مثلا من عين الحلوة؟ ما بيتم الإضاءة عليها طبعا، في بس ما بيتم الإضاءة في عليها بكترة بس ما ببين. يمكن آخر شخصية بينت هي ناجي العالم من مخيم عين الحلوة، مش الحال سكروا للملف بعد. طيب انت من وين، كيف يعني بحب اعرف عنك، انت نشأتي بعيلة كبيرة يعني 6 ابناء، والدك واضح من الفيديوهات اللي شفناها على السوشيال ميديا انه هو مشجع لك، وهذا شيء كتير اساسي لانه ممكن الاب او الاخ الكبير يكون معرقل لهذا الموضوع. كيف عملتي ثورتك الخاصة لتقدري تكوني بالمجال العام؟ ثورتي الخاصة اوكي، خبريني عن الظروف العائلية، شو بيعمل الظروف بيك؟ العائلية، أمك مشجعة أو لا؟ يعني هاي أمور بتساهم بوضع شاب مثلك إذا بتعرقلها أو بتساعدها أو بتخلق لها تحدي؟ ممكن. أنا قلت وراء كل امرأة حرة رجل شجاع، وكتير نسوية حاربوني عليها. قلت ايه هلا اذا برجع بقول، ما بقول كل وراء كل امرأة حرة، بس في كتير جزء من النساء يعني الأحرار وراهن رجال شجعان، لأنه أنا بعتبر أنه بابا له كتير دور حلو بحياتي، وكتير حلو أنه يكون. صحيح أنه الأدوار الجندرية عم تختلف وكل حدا عم يقدر يثبت حاله بالمجال، وكتير الدنيا عم تتطور، بس لما يكون الشريك أو الرجل ساند بيكون شيء كتير حلو، عم تقدر تغيري أكتر، بتكون هون الذكورية إيجابية بمحل. فبس مش الذكورية مفهوم دوره كشريك، كأب كأخ، فينا نقول هاي يعني التربية إيجابية فينا نقول. فبابا كان كتير حدا داعم بالبداية، وأنا ماما متوفية، بس أنا أوكي. بالنسبة إلي ماما الرول موديل، ولا مرة بزعل إنه ماما متوفية أو ببكي، لأنه أنا أمي كانت مش متعلمة، تعلمت زوجت زواج قصيرات، تعلمت من بعد يعني لما كانت متزوجة بابا، وبابا كان كتير داعم. بعدين ماما صارت معلمة وكان عندها سرطان 5 سنين، وضلت بكل هاي الفترة عم تشتغل وعم تتعلم وعم بتربينا بنفس الوقت. فبالنسبة إلي كانت أم رائعة، وهي فنانة تشكيلية. فقبل يعني لليوم بشوف الصور تبعها كيف كانت تلون بالمخيم أو ترسم على الحيطان، بحس أنه قديش كانت هي امرأة حرة. أنا هلأ عمري 27 سنة، أمي توفت على 23، بس بقول يا رب أنا لما أموت أكون عاملة شوي من اللي هي يعني كانت تعمله، وتركت لي مكتبة رائعة عظيمة لليوم بقرأ فيها. فهو الواحد بيتأثر بالأشخاص اللي حواليه، وأنا اكتشفت أمي من بعد ما ماتت. أنا كانت توفت أمي عمري 4 سنين، فاكتشفتها لما كبرت أنه هي عن جد كانت يعني امرأة قوية جدا، يعني كانت ضلت لآخر لحظة هي ومريضة تشتغل ومستقلة. كان عمرك 4 سنين لما توفيت؟ صح، يعني ذاكرتك بعدها محدودة بما يتعلق فيها. أنا ما عرفت أمي بالذكر، أنا تعرفت عليها من رسماتها ومن كتبها ومن تفكيرها ومن كل شيء تركت لي يعني بعدين. وأخواتك أكبر ولا؟ عندي أخت واحدة أكبر مني، وباقي الاخوات هن من زواج من آخر. امي الثانيه بقول لها ماما. اوكي، طيب نشاتك بالمخيم وسط تعقيدات لبنان اللي بنعرفها، يعني موقع اللاجئين بلبنان ان كان فلسطينيين او سوريين هو موقع للاسف خاضع لتمييز وقيود بالمجمل، لما بتكون نساء كمان لانه النساء بالمجمل طبعاً. ما بيتعرضوا لتمييز، فبصير المعاناه مضاعفه. خبرينا عنك كشابة عم بتعيش بمخيم شتيلة، ومخيم شتيلة موقعه مفتوح شوي، يعني منه مثل مخيم عين الحلوة محاصر مسكر، مفتوح أكتر، فإمكانات الخروج والعودة وهيك متابعة هالعالمين. كيف نشأتي ببين شتيلة وبيروت، وقديش الفكرة من أنك تطلع من المخيم وترجعي له يمكن كم مرة بالأسبوع أو باليوم خلقت عندك أسئلة أو هيك مقارنات ما؟ أنا وصغيري كنت أفكر إنه المخيم منطقة، لما حدا يقول لي أنت من وين، أقول له من المخيم، ما كنتش أعرف. بعدين لما كبرت شوي بطلت أقول من المخيم، للأسف كنت بمحل معين. محرجة؟ محرجة جداً بسبب الضغط اللي حواليك؟ بسبب الضغط، بس اليوم
أنا تماماً حولت هذا الإحراج لفخر. اليوم لما حدا بيقول لي بقول إنه أنا من مخيم شتيلة، أنا اليوم ماني ساكنة من هون تحت، بس أنا جداً أفخر وأنتمي لهذا المكان يلي أنا خلقت وتربيت فيه، وأنا من هون بحاول أغير. يعني شو اللي بدك تغيري؟ شو الصورة؟ يعني أنا حدا بيشوفني بيقول لي عن جد أنت فلسطينية؟ انه انتو كيف شايفين فلسطيني؟ انا فلسطيني عندي عيون وتم وتم كبير، بس انه شكلي عم يعمل عمليات ليصير شكلي لا بني ادم طبيعي. فهو ايه يعني حتى بالجامعه في قله وعي عن الانسان الفلسطيني، الانسان نحط تحت 100 خط، وعن الفلسطيني بشكل عام. يعني جامعه بيروت العربيه يمكن اكثر خلطتنا هي بالجامعه، انا تعلمت بجامعه بيروت العربيه. لما رحت وحده من يعني اليوم هي صديقه ما حاذكر اسمها، بس قالت لي انت بتيجي وبتطلع من فلسطين، هذا حقيقي. هي ساكنه الصبيه بالجبل، بس انا بالنسبه لي يعني منه مبرر ابدا ما تعرف انه في فلسطينيين بالمخيمات. وكان في بجوله كنا انا ويعني الاصحاب من فتره كمان بشمال لبنان بمكان، وحدا سالني اذا مخيماتنا خيم، اذا المخيمات الفلسطينيه خيم. فبحس انه كتير اوفر، يعني معقولي فيه هالقد نقص معلومات؟ يعني لك انا ما بستغرب. انا في عنا زميلة منا صغيرة من يومين اجت على الحمرة او الصنايع، وكانت اول مرة بتجي عليها من سنوات. فرغم الاختلاط بس بتكتشفي انه في محلات بعد في ناس، يعني هيك ما بدي دينهم، بس الخوف الحدود القديمة بعدها راسبة بالعقليات، لانه ما بنعرف شيء عن الاخر. هاي المشكلة، لانه احنا بنخاف من الاخر لانه ما بنعرف عنه. يعني حتى كتير حوالينا يعني أوقات ناس إنه ديري بالك من هذا وديري بالك من هذا، وبعدين بيكون هذا وهداك اللي عم يحكوا عليه هني أقرب الناس إلي. ونفس الشيء هني في عندهم هواجس براسهم، منخاف من الآخر لأنه ما منعرف عنه، ولأنه منسمع بيقولوا هيك وبيقولوا هيك، وكان وما بيحبونا وبيكرهونا. الظهور بالمجال العام على السوشيال ميديا، تصوير المخيمات، بحولك لشخصية عامة على الأقل بمحيطك، وأنت فيديوهاتك اللي عم تعمليها عم بتشوف بتجيب مشاهدات، بس هاي المشاهدات بتجيب جدل، وأحيانا صحيح. بتجيب يعني على السوشيال ميديا بجيب باكلاش، بجيب ردود فعل سلبية قد تتحول إلى حملات. هل تعرضتي لشي مع ابتسامتك واضح أنه إيه في شي هيك بدك كتير. شو اللي يعني اعطيني الشيء اللي زعجك فيها بعدك أنت صغيرة، لأنه فشو اللي هيك خليك تفكري إذا بتكملي أو لا؟ يعني فينا نقول جانبين، واحد بشكل الخاص يعني ظهوري أنا كريان كبنت على السوشيال ميديا ومحجبة بشكلي، بحسه أنه في قيود. يعني البنت الحلوة هي اللي بتطلع على السوشيال ميديا، مش بس أي بنت، البنت اللي مفرعة مش المحجبة اللي بتطلع على السوشيال ميديا والفلسطينية والفلسطينية أكتي. يعني على الصعيد بشكلي بتنمروا عليه كتير، تمك، ثيابك، اسنانك، ما بعرف شو. بس هيدا كتار بيتعرضوا له على السوشيال. بس في محل انا كتير اذاني، يعني اذاني على الصعيد الشخصي، خاصه انه بيصيروا يعني زدتوا كلام على الاهل، يعني مش انه بس على الشخص. وامك اللي ربتك واللي وعلى الجانب كمان الدين، انه انا محجبه، انه واقفة قدام الكاميرا واتقي الله وما بعرف شو. وطبعا انا بالنسبة لي ما في له اي مبررات، انا واقفة بثبت وجودي وما عم بعمل ولا اي شيء، يعني لا بدر الدين ولا بدر المحجبة ولا بدر الفلسطينية. بس السوشيال ميديا محل مفتوح ولا ممكن تقدري تضبطيه، طالما صحيح. انت مقتنعة وعم بتقدمي مضمون له معنى، يعني قادرة تحصني حالك تجاه هيك هجمات؟ يعني هيدا السؤال لازم تسأليه. يمكن هلا يعني هلا اكثر صرت عم بكون يعني متقبله، ما كثير صارت تفرق معي. اوقات بضحك واوقات صرت عم برد، عم برد باشياء مهضومه. يعني حدا بقول لي بتشبه عفريت القلب، بقول له كيف شكله عفريت القلب يعني انا وبس. كمان بمحل بينتقدونا كثير اذا كنت عم بحكي انا على الصعيد اللبناني، اذا في شيء مرتبط بقضايا اللاجئين، فكتير بيصير في هجوم من لبنانيه علينا، وكثير اوقات بياخذوا الفيديو وبجيب فيورز اكثر ما بجيب عندي على الصفحه. يعني بقول انا انشهرت بمكان اخر
هو للأسف التفاعل السلبي أوقات بيجيب جمهور يعني النقد والهجوم، فهيدا بيفتح لك مجالات كتير بلبنان. هل عندك متابعين لبنانيين ولا حاسة حالك محصورة بالإطار الفلسطيني؟ لا بالعكس، أوقات الأشخاص اللبنانيين يلي بيحطوا لي تعليقات نيجاتيف، تعليقات مش حلوة، أشخاص لبنانيين تانيين بردوا عليهم بقولوا لي ما تردي، هدول ما بيمثلوا إلا حالهم أو شيء. لا في دعم من الملتين، بس إنه إحنا أنا أساساً يعني بتعاطى بقضايا اللاجئين، فأكتر المواضيع بتكون فلسطينية، بس بتابعونا ناس من كل العالم يعني، بنتبه من الكومنتس. بس كمان بنفس الوقت يعني في عندك أشخاص بالكوميونتي ما تفكر إنه الموضوع كتير سهل، ما بيتقبلوا كل شيء. يعني فيديو جور سليمة إنه عم نرقص بالمخيم وهيك، بدي أسألك عنه. هيدا فيديو صورتوه على أسطح البيوت بالمخيمات، أسطح وأنت عم ترقصي فيه، صح؟ وهيدي غنية انشهرت بكل العالم وإلها مضمون كتير حلو، وأنا بشوف يعني أنا كتير ما كنت عارفة إنه أنت، هلأ لما صرنا عملنا الحلقة عرفت إنه أنت. هاي الغنية شو جابت لك وجع راس؟ شو؟ هاي ما خلت شيء لا على ترباتي ولا على المخيم ولا على القضية، ولا إحنا صرنا بايعين على القضية، يعني حكوا عن قصة الفلسطين إنه إحنا مش شغلتنا هون، مش شكلنا، ما فيكي أنت تطلع المخيمات تظهرية بهالمنظر. واثنين على أساس إنه أنا بنت، إنه منك محترمي حالك، أهلك ما ربوكي، أنت ما بتمثلي المخيمات، ما بعرف شو. أحسفوا هلأ الفيديو، هدول أكتر هلأ بتكون تحسفوا الفيديو. بس بالمقابل في ناس أقبلت على مشاهدته وحبته كتير وجاب مشاركات كتير. اللي شاركوا معك بالفيديو كلنا من المخيمات؟ كلنا. لا، في صبية هي يعني هي راقصة أساساً، اجت تطوعي وكتير كانت حابة الفكرة من برا، وهن دربونا، وفي شاب كمان شاب سوري وكمان راقص فلسطيني سوري وسوري، يعني احنا عملنا. لا بس كنتوا اكتر من هول يعني، كيف هدول اللي كانوا من برا مش من المخيم؟ ايه؟ انا لما عرفت عليهم الفكرة بس الاغلبية من المخيم، كل من المخيم الا هدول الثلاث اشخاص ماشي. من برا. اوكي اوكي، اجوا هن دربونا يعني انا كنت عم بطلع على التليفون عم بحاول، بس انه انا خبرتي بالرقص يعني زيرو، فبدنا حدا يساعدنا. بس النتيجة حلوة، كتير حلو الفيديو، كتير ملهم وحلو، ولازم تعملوا بعد هيك فيديوهات. اليوم انت بتذكر انا شفت لك في صور لما من سنة او سنتين خطبتي شو اسمه؟ سميح. سميح، عفوا نسيت اسمه. سميح، حطيتوا صوركم انتوا قدام هيك باحد ازقة المخيم في سيارة قديمة هيك مركونة. شلوها اللي بطلت موجة. حزين كتير انا. انت اليوم يعني تزوجتي سميح اللي هو صحيح. فلسطيني سوري. وانت فلسطينية لبنانية، صح؟ يعني كل التعقيدات جمعتوها بهالعلاقة، خبريني شو يعني فلسطيني سوري، فلسطينية لبنانية عايشين ببيروت اليوم التي تعيش انهيار وانفجار وأزمات وتصاعد من حين لآخر لهجة هيك التمييز والتخويف من اللاجئين. شوفي ما في أصعب منا صراحة، ما في أصعب منا، ما في أصعب منا، لأنه بتفكري ما في مستقبل. هو الزواج استقرار ومستقبل، يعني لا في استقرار ولا في مستقبل، كتير صعب. كم بدي أقول شيء من ست؟ ليش ما في مستقبل؟ هلأ اشرحي لي وضعكم، أنتوا قدرتوا تتزوجوا، هل عندكم مشاكل بالإقامة، مشاكل بالعمل، هل يعني شو الوضع اليوم؟ بالنسبة للعمل أنا وسميح نشتغل بنفس المجال، يعني أنا صحفية وهو صحافة، ماشي أمورنا بالنهاية بالعمل، بس الأمور القانونية كتير صعبة. هو فلسطيني سوري وأنا، إحنا سجلنا زواجنا من أربعة أيام، يعني أنا كنت مش معترف فيني متجوزة من قبل هيك، لأنه كانوا يقولوا لي بدك موافقة من الداخلية لأنه زوجك أجنبي. بعدين كتير 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 صارت تعقيدات بالوراء، وهو إذا إقامته، وهو ستة لبنانية وجاي يعني فات على البلد بإقامة مجاملة، مش مثل الإقامة الرسمية تبع الفلسطيني السوري بتتجدد كل ثلاثة شهر بتجددها الأونروا. ففي كتير تعقيدات، وللأسف هلأ وضع القانوني لسميح مش منيح وكتير صعب، يعني ما فيني اقول لك شو، بس كتير صعب.
هالشي لما بتقولي صعب يعني بخوفك من بكرة، بخوفك من وين معقول تكونوا بعد كم سنة؟ شو اللي أكتر شي بتشيلي همه بهيدي العلاقة هلأ؟ أكتر شي بشيل همه الاستمرارية، يعني هو يعني إذا بدنا نكون إحنا سوا، يعني وقت تخلص إقامة سميح لازم يغادر لبنان، وهالحكي مفروض يعني خلال قريبا أيام. خلال أيام صحيح للأسف. فأنه شو رح يصير بعدين؟ يعني أنا ما قادرة أفكر لبعد 15 يوم بالتحديد شو ممكن يصير. بحس أنه يعني ما بعرف، لازم تنحل القصة بشكل أو بآخر. كيف؟ ما بعرف، بس أنه إن شاء الله إن شاء الله بتنحل. يعني واضح أنه أنت شخص مقاتل، مقاتل بالمعنى الإيجابي، ما قصدي طبعاً بسلاح، يعني أنت شكرا. عملتي معارك كتيرة لقدرتي تكسري حواجز بشغلك وبحياتك ويومياتك. احنا عملنا معارك حتى لأخذنا بعض. كيف يعني؟ خبريني. كان مين كتير كان معترض؟ حبيبي بابا. كتير كتير. شوف بابا كتير حدا داعم، بابا إنسان رائع، وأنا بتمنى أنه سميح يكون عاطي هاي الحرية لأولادنا، كان بنات أو يعني أو صبيان. أو صبيان. ف إيه يعني بابا كتير كان فتح لي الأبواب للخيارات، يعني الاتخاذ القرار على طول من إحنا وصغار يكون مشترك، بس هذا قرار فردي بالآخر، بس لازم يكون في قبول العائلة. بس كان صعب، ويعني كتير أشخاص من العائلة، إحنا كمان قرارنا مش كتير صغير، قرارنا عائلي، يعني بيروح لستي لأنه أنا ست أمي متوفية، بيروح لعمامي فإحنا عائلة الحمد لله، يعني كتير منحب بعض وكتير منتشاور، يعني في لجنة استشارية وكذا، فكان كتير صعب. هلا انت شفرن عم بتقدمي فصفصوف. هالشي بشكل ايجابي وشكل حلو، اللي هو صح بس هو كمان ممكن يحمل كتير تعقيدات، لانه هيدا قرار فردي، اذا بدها صح تاخده مجموعه كبيره ومن العائله بصير. بس ما هو بالاخر اخذته، يعني انتصرت، بس بدك تمرق بمراحل. عاملي علاقات دبلوماسيه لتظبطي قراراتك يعني. لا صراحه بالاخير خلص انه هذا قراري بدي، بس يعني بوقت خلص بابا ضلينا بنحب بعض وقت كتير طويل، وفكره انه انا اصغر منه هو عم بتقولي أصغر منك؟ اي عفوا هو اصغر مني على العادة. إيه بس بس كنا كمان مخبيين الموضوع. قد ما تكوني قوية أوقات ما بدك تحاربي، في أماكن خلص بتتعبي، بدي أحارب أنا بهالمحل كم جبهة بدك تفتحي بتتعبي، فخلص تفتحي واحدة واحدة بتخلصيون، كمان نفسيا يعني بترتاحي أكتر. بس إيه يعني تجوزنا ولكي محلانا. ريان، في هيك حراك حقوقي نسوي على مستوى المنطقة، انت عملتي اذا بدك هيك ثوراتك الخاصة بمعزل، يعني هيك على مستوى حياتك الشخصية، على مستوى الشغل بالمخيم، على مستوى النساء اللي موجودات بالمخيم واللي بتعملي معهم مقابلات، واللي عم تنشري بيناتهم توعية ومفاهيم العلاقة بحقوقهم ومطالبهم وإلى آخره. هيدول عملتيه بشكل كتير تلقائي، مش بشكل مفتعل أو يعني منهج ضمن قوالب نسوية معينة. قديه بتحسي حالك أنه أنت بالفطرة عم بتطالبي بهاي الحقوق، ولا بتحسي اكتسبتيها مع الوقت؟ لا بحس بالفطرة أكتر، لأنه أنا ما بفكر، يعني بشوف شيء بحسه أنه عم بيأثر علي، أو حدا بيحكي لي شيء أو كذا، أوقات بيستفزني بقول بدي أنزل أعمل الموضوع، عرفت كيف؟ وأوقات بحس أنه أنا عم باخد حقي من الفيديوهات، مش بس أنه حق النساء، أوقات بحس أنه أنا بدي أحكي شيء بس مش قادرة أطلع هيك أحكي بالعلن، أو عن حالي بدي أحكي عن فلانة لأنه ما قادرة أنا أحكي عن حالي، أو عن كلنا، يعني كلنا إحنا النساء كلنا. يعني أنا في هذا الفوكس بوب تبع أنه قديش بتقيم دور المرأة، أو كنت عم بسأل الشباب أنه شو رأيك بالمرأة من 1 لـ10، يعني كان حدا يقول لي 0 وحدا يقول لي 1، بس أنه أنا زفيتهم على الكمان بالآخر، بحس إيه بدي أخذ حقي منهم قدام الكاميرا. وبمحل بهمك أنه أنت تشوفي وتستفزي لتعرفي أنه أنت لازم بتقومي بدورك، لازم تعملي شيء، أنه المرأة كمان انه لازم تاخدي هذا تنتزعي الدور حقك، مش تطلعي حدا يعطيك اياه 100%، وما تقولي لا انه انا ماشي الحال، ولا انه انا بدي اتستت. المفاهيم شيء كتير صعب، لانه بيخلق براسنا يعني بيتغلغل فينا، بنصير احنا كمان عم نسمعه كانه شيء حفظناه،
بس انت وقت اللي تكوني عم تكسريه وبتسمعيه بنفس الوقت وبتشوفيه شوي شوي باللاوعي عم نغير شيء. وانا يمكن هاي تجربتي من حالي، بحس انه ايه انه لا مش انا هاي المراه يلي عم تحكوا عنها، ولا هاي المراه بتشبهني، ولا بتشبه هاي النساء اللي اليوم موجوده. لانه في كتير نساء مثلا بتشوفي رجال عم يحكوا انه انه المراه عقلها، وبتلاقيه هو دوره جدا بسيط بالمجتمع وهي قايمه بكتير ادوار اكبر واهم وعم بتكون منجي. حتى اليوم المراه عم تحاول تكون، مش عم بتحاول، المرأة اليوم بالمخيمات عم بتكون نموذج جميل جدا بهاي الوقت الصعب. النساء عم تشتغل وعم بتطلع مردود مادي. الأدوار الجندرية تغيرت، ما بقى الزلمة عم بيطلع المصاري ومنه مصرف، الزلمة بطل بنك اليوم. يعني المرأة ما في مصاري أصلا. ايه في كتير نساء بتحب فكرة انه الزلمة بنك وهي سندريلا، بس كمان عشان نقول لا، الزلمة مش بنك والمرأة مش سندريلا، ومش بس نشتغل عشان المصاري. أنا هون بدي أثبت ذاتي ونفسي. ويمكن هذا الصراع كان يعني بالبداية إلي، أو حتى يعني أهل زوجي وكل المجتمع، كتير صعب بنت تكون عاملة أو صحفية. أو أنا قبل ما أفوت بمجال الصحافة، سوري إيه تفضلي، قبل ما أفوت بمجال الصحافة، لانه انا امي متوفي، فكانت ستي الاقرب الي. انا فتت دكتورة اسنان بالاول، درست بدي اعمل طب اسنان، بعدين حولت. فقالت لي ستي شو صحافه، ستي تركدي لي من هون لهون، خذي معلمه نص النهار وبتفلي على البيت بتطبخي لجوزك وحبيبي. فلا اخترت الصحافه. واختي درست هندسه، كان كل يقول لي لكي اختك مهندسه وانت شو بدك تشتغلي؟ عم اختي هلا قاعده وانا عم بشتغل، حبيبتي اختي. طيب هيدا اللي بدي اسالك عنه، اخواتك البنات الفتيات والشابات والنساء اللي بتلتقي فيهم، قد ايه بتعتقدي تركتي هيك شجعتي انه هني كمان يكون عندهم دور على مستوى الاسر، على مستوى العمل، او يعني بمجتمع المخيم عم بحكي، لانه ومخيم شتيلة عنده خصوصيه، هو منفتح او مفتوح اذا بدك حتى جغرافيا اكثر من باقي المخيمات الفلسطينيه بلبنان. فقد ايه هيك عم بتكوني قادره تخلقي شبكه مع صبايا ونساء المخيم؟ شوفي انا بدي اذكر لك تفصيل كيف يعني بدي أخبرك كيف بيكون التغيير. بيكون التغيير أنا بالنسبة إلي من ردة الفعل. أنا أول ما بلشت أسوق موتيك، أنا قبل صرت أسوق بسكليت عشان الانفجارات وهيك، وكان كنت من المخيم لازم أنتقل على برج البراجنة، كانوا كله ممنوع وشو تركب بسكليت وبنت وهيك، مع أنه أنا يعني أهلي منفتحين شيء، أما بس شو الأمر ضغط، يعني الظروف العامة ضغطت أنه لازم بالبسكليت أفضل أأمن، فصرت أروح بالبسكليت. بعد شوي قلت لهم بدي موتيك، قلت لبابا ما كان يقبله، حطيتهم تحت الامر الواقع. بعدين هو راح جاب لي موتسيك بابا. بعدين لما صرت اسوق الموتسيك صاروا يوقفوا لبابا، او اكثر يعني شخص بتذكره ردت فعل بابا خبرني عليه، واحد من ارجلول يعني كتير قريب علينا، هو شخص لبناني، قال له قال بنتك اللي عم بتسوق الموتسيك عم تطلع وتفوت على المخيم؟ قال له بابا ايه بنتي؟ أم قال له عن جد بنتك يا زلمة كيف مخليها؟ أم قال له ليش عم تحكيني هيك وموطي صوتك؟ قال له ليش انت شغالة لتكون عم تتاجر بالمخدرات وأنا مش عارفة؟ قال له بابا ايه أنا هاي بنتي وبنتي فخور فيها مبسوط فيها، هاي بنتي شوفها. فهو قال له بابا لما تصير شوفها لبنتي قل له بسلم عليك بابا. أنه فكانت ردة فعله لبابا من الوقت اللي هو خبرني كيف رد على الزلمة، وقت قال له صرت حاسة أنا بأكتر هيك بقوة. وبالنسبة للتقارير، في كتير نساء وصبايا بكون كتير حابة أنا أصور معهم، ما بيكونوا راضيين بالأول وخايفانين كتير من الكوميونتي، من المحيط طبعاً. إيه وغير مخيم شتيلة مثلاً، خلينا ناخد مخيم عين الحلوة، لأنه أنت بتروحي على كل المخيمات؟ أنا بروح على كل المخيمات. بدي أسألك عين الحلوة، عين الحلوة اللي بيصيدها اللي هو أكتر مخيم إشكالي بلبنان، لجهة أنه مطوق لأنه بصير فيه مشاكل أمنية، تنظيمات متشددة، وطبيعته محافظة، وأنا زرته كتير مرات، فإيه مختلف يعني اللي بروح على عين الحلوة غير اللي بيشوفه بشتيلة. خبريني عن تجربتك بشغلك فيه. تجربتي كانت هي الأعمق أنا بالنسبة إلي، لأنه هي حدثت أكبر نوع من التغيير برأيي. لأنه أنا الفيديو عملت شيء مع صبية اسمها هند حنفي،
صبية رائعة جدا وملهمة جدا، هي بتلعب فوتبول. وهي الصبية يعني إعلاميا أبدا ما مغطاي، ووقت اللي ربحت أخذت يعني نسبوا الربح للبنان مش لفلسطين، أنا شفتها من خلال بوست، بعدين شفت حدا معلق مبروك كتب لها، فقلت هاي البنت فلسطينية ولا لبنانية، مع أنه هي كانوا حاطين أفضل هداف بلبنان وهي صبية فلسطينية. أو بعدين تواصلت مع حدا يعني بالشأن الرياضي وخبروني عليها. بلا توصيدة لما رحت أنا وقابلت البنت كتير حبيتها، وحسيت أنه كتير قريبة للقلب وكتير مندفعة، يعني عندها طاقة كتير حلو تكون عم بتوصلها لكل الصبايا من الكاميرا، أنه عم تقدر تخلق هذا الروح الجديد بعين الحلوة وتكون هالقد بنت قوية. فقالت لي لا، أنه لا ما فيها تصور بالطريق، ولا ما فيها تلعب طابة بالطريق، ولا ما فيها تلبس ثياب الفوتبول، وما فينا لانه انه في ممكن يكون اشخاص انه محافظ المخيم اكثر انه يكونوا عم بيعارضوا. حاولت اقنعها وصورنا انا وياها، لعبت فوتبول بالطريق وكذا، وغيرت ثيابها بقلب السياره، ما قدرت تلبس، هي تلبس فيزون وفوقه شورت لا تقدر تلعب. فغيرت ثيابها بالسياره، كنت عم بصور انا كل هاي البروسس، ولما وصلنا وهيك جاب فيورز بشكل ما معقول، وناس دعمتها بشكل انا بعدين هي اما اكثر حدا كانت خايفه انا، وقالت لي لا وهيك، اما اول ما نزل التقرير قالت لي شكرا، لانه غيرتي صوره بنتي بالمجتمع يلي هي فيه، لانه هن شايفينها انه حدا منبوذ، مش يعني حدا من الجيران عنده بنت مش هالقد مبسوط انها تكون مثل هند. بس وقت دوينا يعني دوينا عليها وبينت هي بطله بالفيديو، بينت هاي الطاقة اللي عندها والقوة اللي عندها، تغيرت النظرة، صاروا بيتمنوا. هي قالت لي انه في بنت شيخ حدن انضمت لها، هي عملت اكاديمية بس للبنات، انضمت صارت من قلب الفريق، فكتير بيتغير. انت عايش بمخيمات ببلد بلبنان اللي هو حاليا عم بيعيش بانهيار، وعشتي انفجار مرفق بيوت، الافق بالنسبة للبنانيين مقفل، كيف هالشي بيكون مضاعف بالنسبة لحدا لاجئ فلسطيني بلبنان أصلاً عم بعيش قيود وتعقيدات؟ كيف مرقوا عليك آخر كم سنة بلبنان اللي هن سنوات الانهيار والانفجار وما بعدهم؟ خبريني كيف كانوا عليك هالثلاث سنين؟ أوه هالقد بدها تنهيدي شو؟ أكتر من هيك أنا عم بتأثر بالمحيط، يعني أنا الحمد لله أنا دايما بقول أنا حدا جدا محظوظ، أنا حدا جدا محظوظ، وبتمنى أنه هذا الحظ اللي عندي شوي ينتقل، لأنه يمكن في طاقات وصبايا عندهم أشياء أكتر مني بكتير، بس ما عم بيلاقوا لا الفرصة ولا عندهم الحق أنه يكونوا عم يبرزوا قوتهم، لا بالمجال الدراسي ولا بالمجال المهني، عشان الأوانين طبعا. فأنا كتير اليوم على الأرض لما بنزل بعمل تقارير كتير بتأثر، يعني مش عطول صحتي النفسية بتكون تمام، كتير أوقات بنزل على الطريق مثلا بكون عم بحكي، اليوم العالمي للطفل عملت تقرير مع الأطفال، أي أنا ما توقعت الأجوبة من الأطفال، يعني اليوم عم يتمنوا كتير أشياء بسيطة بتغصص كتير بتغصص، فبتحس انه والتسرب المدرسي لانه الاهل ما معهم يودوا اولادهم باوتوكار من شتيلة او من مناطق تانية على مدارس الاونر واللي هي اساسا شبه مجانية، الوضع كتير صعب، انا كتير اوقات ببكي، انا كتير اوقات بوقف تصوير، كتير صعب، انا ما بحب الدراما ولا اروح على هيك اماكن، بس أوقات المشهد بفرض حاله بطريقة كتير بشعة. أكيد بتفهم هاي الغصة كتير ريان، بشغلنا لما بتنزلي على الأرض وبتسمعي قصص الناس، نحن بشر ما في، وهدول مش أي ناس، هدول ناسك، هدول ناسي، بفهم أنه أنت عم بتجربي تعكسي هيدا الواقع من خلال الفيديوهات اللي عم تعمليها، لأنه هاي وسيلتك لحتى تحاولي تغيري شيء أو تحكي شيء. خبرتيني عن الصعوبات اللي عم بتواجهيها أنت وسميح، اليوم إذا بدك
تبني لبكرة؟ يعني واضح أنه الأفق هيك شوي، يعني ما بدي أقول مسكر، بس أنه في صعوبات مثل ما كلنا عم نعيشها بالبلد، يمكن أنت أكتر. وين عم بتجربي تلاقي بصيص أمل؟ من خلال شغلك، من خلال أنك تجربي تأمني إقامة لزوجك؟ يعني هل شغلك هو الشيء الوحيد اللي عم بخليك تتماسكي؟ صراحة إيه، ويمكن هذا أكتر شيء بخلق لي مشاكل بالبيت، لأنه أنا بتمسخروا علي رفقاتي بيعملوا شغل 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 شغل. أنا حدا كتير بحب الشغل، بعشق الشغل، بشوف حالي هون. يعني أنا برا الشغل يمكن ما بقدر أثبت حالي بأشياء تانية، فبحس أنه الشغل بعطيه أكتر من وقته، بيسبب لي حتى مشاكل عائلية بقلب البيت. يعني بكون حامل اللابتوب بقول لي سامي خلاص أتركي. فبحب الشغل كتير وبعطيه زيادة من وقتي، بحس أنه إيه يعني قادرة أنا أثبت حالي وأثبت حضوري بهالمرحلة من خلال الشغل. بس أكيد بلا إقامة ولا شيء الوضع القانوني، يعني يقولوا له فجأة باي باي كتير صعب، وكتير بفكر بالسفر. عبالك تسافري؟ أنا سافرت كتير، قصدي الهجرة، عبالك تغادري، عبالك تفكري بهجرة إلى بلد أوروبي أو كندا أو محل ما عادة بتكون يعني أهداف الهجرة، أو محتارة؟ أنا مش محتارة، لأنه هو القرار واضح، ويعني بلبنان صعب نبقى، بس كمان بنفس الوقت خايفة من بعدين شو رح أعمل لما أكون هناك. أنا لي 6 سنين بشتغل بمجال الإعلام هناك، شو رح أعمل؟ هل أنا رح أقدر أثبت حالي؟ هل حيكون إلي أنا دور كامرأة كمان، ولا حأنطفي حأصير مجرد يمكن ربة منزل، أو حتى ما بعرف إذا هو حيكون له دور حتى يعني سميح بهداك المكان، أو كيف رح يكون شكلنا بالغربة. مش سهل أبداً فكرة إنه تروحي من لجوء للجوء للجوء للجوء. يعني كمان أنا إحنا هناك شو كمان ستيتلس، يعني مش هالشي الرائع، بس إنه أنا ما بدي أجيب لاجئ جديد على لبنان. أنا كتير بتخوف من هالفكرة، فأنا بدي أقول إيه، أنا ما بدي أنجب، أنا عندي حلم ضايع من وراء الحقوق، ما بدي أجيب لاجئ، ما بدي يعيش الظروف يلي عم بعيشها سميح. سميح بخاف يمرق على حاجز، إذا إحنا عنا قضية أو عنا تصوير أو عنا شيء بدنا نصوره لبعدين، منخاف نتحرك عشان ما يصير معه شيء. وإحنا منحب إنه نكون مع القانون، بس القانون مش معنا، القانون مش معنا، القانون مش منصف للأسف، القانون مش منصف. القانون هو بيقول لك كوني تحت القانون، أو بيعمل التفافات لأنتي ما تقدر تكوني على الخط المظبوط. كتير قاسي اللي عم تحكي عنه لصبية عمرها 27 سنة تحس أنه ما في أفق، بس أنا برجع لإيجابيتك اللي بلشنا فيها، واللي أنا بعتقد هي حافز أساسي لأنك تكملي وتستمري. نحن كلنا أبناء أزمات، ما عم نفسس أكيد طبعاً، أنت اللجوء أكيد أصعب، بس يمكن ردنا على أزماتنا هو بالمزيد من العمل، محاولة تسليط الضوء على هاي الأساس، هيدا اللي تعلمناه بالصحافة وباستخدام الصورة. فريان أنا بدي أشكرك على مشاركتك لنا، وعلى هيك كمية الأشياء الشخصية والتجارب الخاصة اللي خبرتيها، واللي حتما أنا كحدا يعني عمل مقابلات كتير، بس أكيد منك بقدر أخد إلهام كتير أساسي. شكرا. فبحييكي ومنشد على إيدك، وإن شاء الله تنحل، ما بعرف، على أمل إنها تنحل. شكرا يا ريان. شكرا كلك زوء. شكرا أصداف. شكرا لمتابعتكم. إذا بتحبوا تتابعوا الحلقة وحلقات أخرى من نون، فيكن تزورونا على موقع درج على الأونلاين أو صفحات السوشيال ميديا. كمان فيكن تستمعوا لبودكاست نون على منصة بوديو.